طيب الاتحاد الافريقي ايضا كمان اعلن عن ايه؟ اعلن عن المواعيد النهائيه لبدايه البطولات الافريقيه الجديده، سواء بطوله دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه. هم حددوا خلاص المواعيد بشكل نهائي، وهتكون البدايه يوم 30، او لا هيكون بالتحديد ارسال القايمه او الفرق النهائيه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه يكون يوم 30 يونيو الجاري. ده يوم 30 يونيو الجاري انت تبعت الفرق اللي هتشارك بالقوائم بتاعه الانديه اللي هتكون موجوده في البطولات الافريقيه. طب هنا الازمه بقى، او هنا المشكله، مش عايز اقول ازمه، لان الاتحاد الافريقي نفسه قال وخاطب الاتحاد المصري، قال لهم يا جماعه لو انتوا عندكم اي مشكله في المواعيد دي قولوا لنا عشان نشوف حل للقصه ونشوف هنعمل ايه خلال المرحله الجايه. واحنا عارفين ان الدوري المصري هينتهي مفروض يعني في نهايه شهر اغسطس، فهيكون عدى شهر على المواعيد اللي اعلنها او اللي حددها الاتحاد الافريقي لكره القدم. هيبقى الحل ايه في الموضوع ده؟ هنترقب ونشوف الامور هتمشي ازاي بخصوص التنسيق ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي لكره القدم. في نفس الوقت انت برضو الانديه ما اتحسمتش مين اللي هيتاهل الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا، احنا شايفين المنافسه السنه دي في الدوري في الحقيقه صعبه. فبالتالي برضو هم اعلنوا ان القرعه هتكون في اغسطس المقبل، وقالوا كمان مواعيد مباريات الدور الاول والثاني ودور المؤهل لمجموعات الكونفدراليه وكمان دور المجموعات. لو معانا الجداول يا جماعه يا ريت نعرضها للناس يشوفوا. الدور الاول اللي هو الدور التمهيدي، الذهاب هيكون احد ايام 10 11 12 سبتمبر، والعوده هيكون 17 او 18 او 19 سبتمبر. الدور الثاني اللي هو دور ال 32 هيكون الذهاب امتى؟ يوم 15 16 او 17 اكتوبر، والاياب هيكون يوم 22 او 23 او 24 اكتوبر فيما يتعلق بمجموعات الكونفدراليه. الدور اللي هيأهل او اللي هيؤهل للمجموعات هيكون الذهاب يوم 26 27 28 نوفمبر احد هذه الايام، والعوده هيكون يوم 3 او 4 او 5 ديسمبر. فيما يتعلق بدور المجموعات بقى في دوري الابطال، فبالتالي الجوله الاولى هتكون احد ايام 11 12 13 فبراير 2022 باذن الله تعالى. الجوله الثانيه هتكون احد ايام 18 19 20 فبراير. الجولة الثالثة هتكون أحد أيام 25 26 27 فبراير. الجولة الرابعة هتكون 11 أو 12 أو 13 مارس، والجولة الخامسة هتكون 18 19 أو 20 مارس. الجولة السادسة هتكون الأسبوع الأول من إبريل، ودور الثمانية هيكون الأسبوع الأخير من إبريل، نص النهائي هيكون في شهر مايو، والنهائي بإذن الله تعالى يكون في شهر يونيو 2022 بإذن الله. الأهلي يكون فاز باللقب السنة دي ويكون وصل كمان للنهائي في البطولة الجديدة، وده اللي احنا بنتمناه بكل تأكيد. خلينا بس مركزين على بطولة السنة دي، إن شاء الله عندنا أمال كبيرة جدا فيها.